الحمد لله الذي أمر ألا نعبد إلا إياه، فله العبادة الخالصة والقدرة النافذة والحكمة البالغة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العزة عما يصفون. صدق الله العظيم. عباد الله، إن التوحيد هو الركن الأول الأساسي للإسلام، تقوم عليه بقية الأركان وتبنى عليه سائر الأعمال. فإن كان هذا الأساس سليما قويما استقام سائر الأعمال، وكلها مقبولة عند الله وينتفع بها صاحبها في الآخرة. وإن اختل هذا الأساس فسدت سائر الأعمال وصارت هباء منثورا، وتعبا على صاحبها في الدنيا، وحسرة وخسارة يوم القيامة. إخوتي في الله، إن دلائل وحدانية الله تعالى وعلى ألوهيته وربوبية تزخر بها المظاهر الكونية لأولي القلوب والأبصار، ولكنها لا تحصل إلا بالتفكر والتدبر، ولا تدرك إلا بالتعمق والإمعان. من أجل ذلك يحث القرآن الكريم جميع المسلمين على التفكر في خلق السماوات والأرض والبحار والأنهار، وفي تسخير الشمس والقمر، وفي تقلب الليل والنهار، ويركز الأساليب المتنوعة في أمكنة متعددة على هذه النقطة الهامة المهمة، ويقدم الحجج والبراهين على تفرده ووحدانيه وعلى ربوبيته وألوهيه. فقال عز وجل: فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمن تأمل هذه السماوات في بنائها وارتفاعها، وهذه الأراضي في سعتها وامتدادها، ونظر في البحار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وتفكر في تقلب الليل والنهار وما ذرأ في الأرض من الحيوانات مختلفا ألوانها، ومن النباتات متنوعا طعومها، يدرك بداهة أن الله واحدا متوحد، أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله على ما هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذا من فضل الله علينا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.